في كلينك اليوم مشاهدينا موضوعنا هو استخدام تقنية الليزر لحل عدة مشاكل خاصة بالبشرة. ضيفتنا هي دكتور جوزيان حلو ملاط. أهلا وسهلا فيك دكتور ملاط. حضرتك أخصائية أمراض جلدية ونائب رئيس الجمعية اللبنانية للأمراض الجلدية. اليوم بدنا نحكي عن عدة مشاكل خاصة بالبشرة، ولكن كلهم كيف ممكن نحلهم عبر الليزر. اليوم نسمع أنه في كتير أنواع من الليزر لحل أنواع كتير من المشاكل الجلدية. بدنا نركز على عدة مشاكل منها الأكني سكارز أو الندوبات الناتجة عن حب الشباب. أوكي. اهلا وسهلا. ميرسي. بدي اقول لك بس انه كلمه الليزر هي عاده منا سحر، يعني وقتها بتقولي ليزر العالم بيتهيأ لانه كله بيخلص وبيصح بسحر ساحر. الليزر له كثير استعمالات بالمجال الطب، بس كل وحده لها شو بيقولوا طرق استعمالها ولها الليميتيشنز تبعها او نتفة الريستريكشنز، يعني نعم. اللي ما فيك دائما تستعمليها بكل المجالات لحدود ما هي. نعم. هي هلا بتقدر تستعمليها لإزالة الشعر، بتقدر تستعمليها لإزالة العروق الحمراء، الحمار الزايد، الطبق هيك البن البقع البنية الصغيرة، التاشيت الصغيرة اللي بتنتج عن الإيدين على الوجه نتيجة الشمس. وفيكي كمان تستعمليها هلا مش من زمان كتير لحتى تساعدي بعلاجات الندوبات يلي ناتجة عن الحب الشباب مثل ما كنت عم بتقولي، ولا شد الشهر لا ولا شد الوجه البشرة. نعم. هلا اول شيء بالندوبات، وقتها بدنا نعالج الندوبات، انت بتعرفي انه حب الشباب يعني في كثير اولاد، في كثير شباب بيعانوا من حب الشباب من عمر يمكن 12 13 سنه، اوقات بضل معه ل 35. صحيح. اوقات بيروح وما بيترك ولا اثار جانبيه ولا شيء وبيخلص. اوقات بتنتج على كبر كمان هالحاله، مش بالضروره من 12 ل 35 40، يعني في مجال يبينوا بحيال عمر بين هالعمر ويخلصوا بحيال عمر. بكل هالفترة ممكن نستعمل أو نستخدم الليزر لحل هالمشكلة؟ لا، الليزر بس يروحوا حبوب الشباب، يعني ما فيك تستعمل الليزر طالما عم بيطلع حب شباب جديد. يعني الأفضل يكونوا انتهوا من فترة حب الشباب وبقيوا الأثار يلي ناتجة عن هالحبوب، ساعتها في محل الليزر. يعني ما في ليزر بتحل مشكلة الأكني أو حب الشباب؟ في نوع من أضواء بنسميها لوميير بلو فيها تساعد بحب الشباب، بس هيدي غير علاجات الندوبات يعني. بس في نوع بيقدر يساعد للناس يلي عندهم حب شباب عم بيطلع بطريقة دائمة. في نوع من ضوء فيك تستعمليه على فترة كذا جلسة لحتى يساعد بالحبوب. ولكن الندوبات الناتجة عن حب الشباب بتختلف بشكلها بعمقها. ايه دفنتلي، هيدي وقتها ما بيعود في حبوب، يعني خلصوا، صح المريض عم بيمقله فترة يمكن سنة ما عاد عم بيطلع له شيء وترك أثار. هلا في يكون تارك أثار حمراء بس يعني ومنا كتير غميقة، هودي الوقت بيقدر يساعدهم أو بيلينج سوبرفيشل في يساعدهم، يعني تقشير سطحي في يساعدهم. كمان بيجي عبر محل الليزر؟ لا بس تقشير كيمي بيلينج. نعم. العادي. هلا بيجي محل الليزر وقت بيكونوا الندوبات غماق مثل الجوار. جوار تركين. هلا في كذا نوع من الجوار ومش كلهم بيخطفوا على الليزر، مشان هيك هون بدك حدا يقدر قبل ما ينعمل الليزر اذا هالنوع من الندوبات لها حل او لا. في نوع ابدا ما بيتحسن على الليزر اللي هو بنقول له الايس بيك سكارز، يعني بيكونوا مثل مطروقين بالكسره الثلج، يعني بيكونوا كثير غماق بنشوفها اوقات على بشره. هدول النتائج فيهم شوي ضعيفه يعني. ليش بيوصل لهالمرحله الشخص اللي عنده؟ في ناس عندهم استعداد انه يصير عندهم ندوبات، يعني في نوع تكوين بشره، وفي ناس بيلعبوا فيها، وفي ناس حتى لو ما لعبوا فيها بينتج عنهم هالنوع من الندوبات. انه هيدي ناتجه عن حاله كثير متطوره من الاكل او ايه. شخص عمل حاله فيها تكون ناتجه عن حاله متطوره، يعني كانوا كثير اغماق النوع الاكل اللي اخذوه اللي طلعوا له ما عالجهم بوقت مناسب. نعم. مثل ما لازم. واوقات بيكونوا هني حبه صغيره بيضلوا يلعبوا فيها لحتى تروح وتترك مع محل اثر. وفي ناس بيكون عندهم حبه صغيره وما لعبوا فيها وبتروح وبتترك بعد الاثر. في كثير فهيدي الايس بيك لوك ما لهم عيش هدول كثير ليمتد فيهم او بالقليل عبر الليزر. عبر الليزر ايه هلا وما بفتكر لهم حل تاني كثير. نعم. الا في شيء اسمه سبوت بيل فيك تعمليه بحسنهم شوي. مين ممكن يستفيد من بيستفيدوا الليزر؟ كل انواع الثانيه، يعني هيك الحمر المجولين شوي اللي كثير غماق. وبتستفيد كثير البشره اللي بتكون عاده سميكه، يعني كل ما البشره كانت بيضه وكانت سميكه كل ما كان عندك مجال تاخذي راحتك اكثر. لون البشره كمان بيأثر. ايه طبعا، لانه بالبشره الغامقه شوي هو الاشياء لازم تعمليهم وبدك تروحي شوي بغمق وقت عم تتصرفي فيهم بالليزر يعني، وكل شيء بيروح
بالغمق بالبشره الداكنه ممكن ينتج عنا بعدين بقع سوداء بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، يعني بهالبشره ما كثير فيك تقوي، مشان هيك النتيجه ما بتكون على قد ما انت حابه تكون. بالبشره البيضاء في مجال اكثر تغمقي وتقسي بالتريتمنت، مشان هيك النتيجه بتطلع احسن. والبشره السميكه بتحس انه مع الخبره وقتها بتكون البشره سميكه النتيجه فيها بيكون احلى من البشره أفضل. شوي كيف رقيقة. بتشتغل هالليزر؟ شو عم تعملي بالطبقات الفوقيه؟ عم بتفوت عم بتكسر ال شو بسموها الندوبات، يعني عم بتفوت وعم بتحمي جوا الخلايا لحتى تنتج كولاجين جديد ويعبي هالمحل يلي فضي. يعني هالفراغ او هالتجوف الموجود بسبب السكار عم بيتعبى، عم بيخلي الخلايا تتنشط بفضل الحراره اللي عم تعطيهم اياها، وهيدي الحراره عم بتخلي الخلايا ترجع تتفاعل تتنشط وتعطي كولاجين جديد تيعبي هالفراغ. ومشان هيك هيدي النتيجه منا عمليه، يعني مش عم نقص ومنقطب، يعني مش دائما كل العالم تاخذ نتيجه بنفس الطريقه، مشان هيك في ناس مش من جلسه وحده كمان فيك تكوني عاده السي او 2 هي جلسه او جلستين، بس اكيد اذا عندك حدا بدخن النتيجه ما بتكون فراكشنال. هلا اذا كان حدا عم بدخن اكيد النتيجه منا مثل ناس ما بتدخن، اذا كانوا عملوا البوست اب كير مثل ما لازم اكيد النتيجه بتكون احلى. ودائما بدك تقولي لهم انه وقت عم تعطيهم نوع من التحسن تنقول 40 او 50 او 70% مش يعني بيختفوا او قد بيوصلوا 80 و85، بس عم بقلك المهم على بالاساس مين عم بتنقي. يعني في ناس بيتحسنوا 30% مش اكثر، في ناس بتوصل معهم ل 70 80% شو اللي بيحدد التطور الحالي عنده؟ التطور الحالي قديش لهم عمرهم، عمق التجوف، نوع البشره، لون البشره، في كثير اشياء بدها تفوت بالحسبان انتم عم بتشوف الشخص وتقدري معه قد ايه رح تكون نتيجته منيحه او مش منيحه. نعم، كل الأشخاص ممكن يخضعوا لهالعلاج؟ إيه بس مش تحت 18 سنة، يعني لأنه عادة منفضل نكون عطيناها مجال شوي للبشرة تكون شوي صار هو كمان بيتحمل نتف الوجع، عنده موتيفيشن لأنه يكون مبسوط، بده ناطر النتيجة، لأنه كله هيدا بيساعد لتطلع النتيجة أحسن. في بعض أطباء الجلد دكتور ملاط بيستخدموا CO2 fractional laser للتجاعيد. مزبوط، كمان ممكن نستخدمها بهالطريقه. بس اكيد، بس بدي اوضح شيء هون، انه الطب ما بيجي، يعني ما في شيء اجى بالطب لغي الاشياء اللي قبله، يعني كان في بلاستيك سيرجري، اجى فيلر، اجى بوتوكس، اجى ليزر، ما في شيء بيعمل كل شيء. يعني اذا الاشياء اللي بتعبيهم ما في شيء بيوصلنا لنفس نتيجه الجراحه، لا ما هي الجراحه، حتى الجراحه في لها ليميتيشن. يعني اذا مثلا عملت الجراحه هو ما فيك تاخذيهم الجراحه، بترجعي تعبيهم. تجاعيد هون بدهم بوتوكس، هون التجاعيد الصغيره بدها ليزر. هو اذا بدك تحكي بالمطلق هن كلهم سوا بده يكونوا تتوصل للنتيجه الاوبتيمال، وحده وحده ما بتوصل. يعني البوتوكس بيعطي التجاعيد يمكن هون وهون، الفيلر يمكن بيعبي يعني المناطق، كل بس هون علاج له وظيفته. مزبوط، يعني اكثر شيء السي او 2 بيشتغل على هالمنطقه هون. نعم. اكثر من هون كان للاكني او للتجاعيد. ابسولوت، يعني هون التجاعيد هون بتحس البشره بتسمك بتشد بتبطل عندها هيدا الترهل، بس وقتها عم نحكي هون مش بيقولوا لك عندي هون، هيدي اكيد محل الجراحه وما في شيء بيغني عن الجراحة. يعني نفس الليزر سي او 2 فراكشن اللي بيستعملها للترهل بعد الطريقه بغطي الوجه هون، فيك تستعمليه حول العينين، وهون بيشتغل كثير بهالمنطقه، بيشيل التجاعيد الرفيعه الصغيره القشطه اللي بتكون هون، بس ما بيشتغل على بيجي بيقولوا لك بس اعمل هيك، هاي بس اعمل هيك هاي جراحه، ما في شيء ثاني بيشيلها. يعني هون ونزول اكيد الجراحه، لا في محلات اكيد بتتحسن اكثر اذا عملتي مع جراحه، بس منطقه يعني الليزر ما فيها تشيل جلد زايد بتشد. يعني بتحمي بضب، كيف وقتها بتغسلي شيء بمي سخنه بكش. نعم. نفس المبدا انه بزم. يعني بتضب الجلده. نتيجه قد ايه بتضاين؟ نتيجه الليزر بتضاين من 3 لـ5 سنين، بس كمان مش كل العالم. يعني اذا اجى حدا يعني عمره فوق الستين 65 وقاشط، هيدا الليزر ما ابدا حرام ينعمل، يعني لانه ما رح ينفع ابدا، وبدها تكون البشره هي كمان عم تتجاوب مع الليزر، يعني تكون الناس عم يعتنوا ببشرتهم، عندهم شويه هيلثي سكن، يعني مش بشره. بالنسبه للتجاعيد دكتور ملاط، في كثير نساء وصبايا وحتى رجال عم بيستعملوا preventive therapy، يعني عم ببلشوا بعمر مبكر حتى يتجنبوا هالتجاعيد. مزبوط، في انواع ليزر اللي هي نون انفيزيف نون ابلاتيف ليزر، اللي هي نوع من ليزرز ما بتضطري تقعدي بالبيت وقتها بتعمليها، مثل السي او 2 وقت بدك تعملي. يعني قبل ما نوصل لهالترهل اللي بيظهر هون او هون عم بيعملوا هالعلاجات قبل بريفنتيف لحتى تبعد من مضره. لا ما انا مضره، بس الا كمان زبونيتها، يعني ما فيك تستعمليها مثل ما عم بقول لك لناس عمرهم فوق الستين 65 وقشط وخلصت، قولي لهم هيدي بدها تساعدكم، هيدا مش معقول. يعني بده يكونوا الايدج
جروب يلي عم تستعملين كان للسي او 2 او للانابلاتيف ليزر شوي صبايا يعني بتناسب اكثر شيء اللي بعد ما صاروا السي او 2 فيك توصلي فيه لل 55 يمكن النان ابلاتيف مش اكثر من 45 يعني اللي حابب ياجل الجراحه بده يبلش فيها بكير وفي اجلها كثير بس هدول اكيد اشياء بتتكامل عم برجع بقول لك مع البلاستيك ومشان هيك نحن بالجمعيه اللبنانيه للاطباء الجلد عاملين مؤتمر من 13 ل 15 وجايبين سبيكرز انترناشونال سبيكرز تيحكوا عن اهميه كل شغله من البوتوكس للفيلينج للسي او 2 للابلاتيف للنان ابلاتيف حتى يكون في دائما ابديت للحكمه حتى يستعملوا هدول الاشياء ويكونوا واعيين لاقل ممكن ضرر ممكن ينتج عنهم تكون واعيين ومدربين عليهم ويضل في دائما شو بيقولوا اكسبوجر لهالمواضيع مشان هيك اهميه انه ينعملوا من اطباء لانه اذا بتعرف انه بالجمعيه الاطباء نحن صار لها السنه 50 سنه الجمعيه السنه عم تحتفلوا بمرور 50 سنه على تاسيس مزبوط. الجمعيه هي تاسست بال 63 بال 63 ومن زمان وجه هلا وقفت شوي بالحرب بين ال 75 وال 90 ورجعنا بلشنا وكل سنه في مؤتمر وكل سنه في تدريب وكل في سنه في ناس بتجي وبتحكي وبتخبر وبيضل في مشاكل مشان هيك التوعيه اساسيه بهالموضوع وبهالمجال بالاخص لانه عم بيصير في كثير ورح استعمل كلمة تشويه السنة الماضية انتم بحملة او اطباء الجلد قاموا بحملة بعنوان بين التشويه والتجميل 12 سنة مزبوط طب. عملوا هيك رجع عند كانت حملة كثير موفقة مزبوط وهيدي السنة عم نكفي وعم نلفت انظار العالم وعم نلفت انظار العالم للناس ورح يكون في ويب سايت للجمعية الجديدة لحتى يفوتوا يقدروا الناس يتواصلوا مع الجمعية عبر الويب سايت إذا صار مشاكل إذا في بدهم استشارات ما يكونوا يروحوا بالطريق الغلط وينضحك عليهم بالآخر يقولوا لنا ما كنا عارفين ليش ما بتقولوا يعني حتى نوقف شوي من ليش ما بتقولوا رح ينخلق مثل لينك بين الجمعية وبين الناس عبر ويب سايت حتى يتواصلوا مع الأطباء وياخذوا آرائهم وإرشاداتهم. دكتور ملات بدنا نذكر المشاهدين إذا حابين تطرحوا أي سؤال حول موضوعنا اليوم أي مشكلة عندكم إياها بالبشرة دكتور ملات ممكن تساعدكم. المؤتمر كثير مهم هالسنه اولا لانه عم تحتفلوا بمرور 50 سنه ثانيا لانه في مواضيع كثير ضروري القاء الضوء عليها التوعيه قد ايه مهمه او قد ايه محور مهم بهالمؤتمر هو المؤتمر رح يكون من 13 ل 15 هو مثل ما عم تقولي هو صادف سنه ال 50 ورح نفتتحه برعايه فخامه الرئيس هو اهميته انه هلا هالسنه كمان هو كل سنه عم بيكون كثير مهم من وقت ما انفتحت الجمعيه بس هالسنه في شغله زياده بدنا نقولها انه اخذين الايكوفلنت من السي ام اي كليفلاند كلينيك يعني هيدا المؤتمر باهميه انه من كليفلاند كلينيك عطونا السي ام اي كريدتس يعني اذا حكيم طب طبيب امريكاني بيحضر هذا المؤتمر بينعد عنده ببلده كانه حضر طب يعني كانه شيء بمستوى يعني في اكريديتيشن دولي ابسوليوت في 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 والمحاضرين او المشاركين مش بس من لبنان ابدا في من هون وفي من في ناس من كل الدول وفي ناس من لبنان وعلى ثلاث ايام رح يكون المؤتمر ورح يتناول كثير اشياء، اشياء تجميليه واشياء مش تجميليه لحتى تبي دائما اب تو ديت. بالرغم من الحملات اللي عم بتقوموا فيها بعدنا لليوم عم نسمع قصص كثيره حول تشويه عم بيصير لانه هالعمليات او هالبروسيجرز عم تنعمل من قبل اشخاص منهم متخصصين بهالمجال. مزبوط. شو الخطوات اللي عم بتقوموا فيها حتى نبتعد او نتجنب هالموضوع هي مثل ما قلت لك الجمعيه اللي قبل هي اللي بلشت وهلا نحن عم نكفي يعني العمل اللي لازم مع وزاره الصحه وهلا عم بتبلش الاشياء تتابع من وزاره الصحه بالتنسيق مع الجمعيه اللبنانيه لاطباء الجلد لحتى نحد قد ما فينا هلا بالاول رح تبلش اكيد خطوه خجوله شوي لانه الاشياء مستفحله من سنين صارت هيدي الاشياء يعني ما بقى فينا هلا دغري من يوم للتاني نوقفها بس رح نحاول قد ما فينا شوي شوي نحط حد بالتعاون مع الجمعيه ومع الاطباء ومع وزاره الصحه. خلينا نرجع شوي لحديثنا عن الليزرز بالأخص. حكينا عن استخدام الليزر لشد البشرة ولعلاج مشكلة الترهل. هذه ما بتغنينا عن الجراحة ما بتغنينا عن البوتوكس والفيلرز. مزبوط. مزبوط. يعني ممكن نستعملهم سوا تنوصل للنتيجة اللي بدنا إياها. يعني إذا بدك التجاعيد الإكسبرشن مثل هون مثل حد العيون هو للبوتوكس أكيد بدل حتى لو عملت جراحة ما رح تقدر تستغني عنهم. حوالي التم كمان فيك تحط الفيلر وحتى الجراحة ما بتغنيك عنه. السي او 2 مثل ما قلت لهون والشد للكل يعني إذا فيك تعملي كل شيء بيكون أحلى. نحن هلا دكتور ملات بموسم الصيف بنقدر نستعمل هالليزر بهالوقت؟ لا نحن هدول مستحب أفضل واحد يستعملهم بفصل الشتاء لأنه بدك تتعب اول ما تعمليهم مفروض على فترة شهر على فترة شهرين الافضل ما يتعرضوا لشمس قوية بهالفترة هن عم بيكونوا لانه بدهم يقشروا بده يضلوا حمر فترة صغيرة في بيلينج بصير ايه
في جمعه اكيد في قاعده بالبيت لفتره جمعه فيهم هولي، بعكس الاشياء النون ابلاتيف يلي قلت لك يلي بيحضروا البشره وباخروا الشيخوخه، هودي بتعمليهم فيك ثاني يوم تروحي تسوي شغلك. الليزرز الاخف يلي نعم. منن فيهم قشر نعم. هيدي تعتبر ديب بيلينج، هدول ديب ايه، هدول دي ار ديب، يعني فيهم قاعده بالبيت في تقشير في حمار على فتره صغيره من وراء التقشير، وبهالفتره اللي بيكون فيها حمار الافضل الواحد ما يتعرض للشمس لحتى ما يطبخ الجلد بعدين. ممكن تتكرر؟ بتنعمل اكيد، بتنعمل بعد من ثلاثة لخمس سنين مشان شد الوجه، بتنعمل مشان الاكن سكار اول مره، هي النتيجه مش دغري بتظهر ولا بشد الشعر بشد الوجه ولا بالاكنه، هي وقتها بتعمل CO2 بتقشري ما بتتحسني قبل شهرين، بعد شهرين نعم. بيبدا التحسن وبتضلي تتحسني يعني النتيجة على فترة ما بنشوفها قبل مرور شهرين؟ قبل مرور ست شهور يعني اذا انا اليوم عملت CO2 بتبلشي تتحسني بعد شهرين، اول شهرين ما بتحسي صار شيء يعني غير انه بحمار بتقشر البشره ايه بيعطي اكلها اول فتره يمكن أوكي. بس من ورا شهرين بتبلش التحسن بتبلش تشد لوحدها ايه ويبلشوا يعبوا الندوبات وبيضلوا يتحسنوا من 6 ل 7 شهور هون عم نحكي للاكني لاثنين نفس الشيء كمان للترهل بدها 6 شهور بدها 6 شهور لتبلش الفاينل افكت يعني من 6 شهور او ممكن لا على 6 شهور بتكون اخذت النتيجه نعم. المرجوه وبعد بال ايه اكيد لانه بدها نعم. وقت لحتى الخلايا ترجع تعبي محلها هل هي مكلفه؟ مكلفة يعني اكيد اخذ كثير من الجراحة اكيد بدنا نحكي كمان عن ليزر جديد مخصص للشامبينيو او للفطريات مزبوط هيدا هلا الفطريات اكيد هي مشكله مزمنه في كثير ناس بيعانوا منها من فتره الرطوبه بيجوا الفطريات على الضفير وين بيسمك الضفير على الايدين والاجرين هلا هدول بيسمك الضفير بيتغير لونه بيتغير وفي ساعتها الادويه اللي ممكن تعطيها هلا ايمتى بيجي اجمالا بيجي حال العمر يعني باي فتره من السنه باي فتره من السنه بس اكيد في الرطوبه اكيد بالصيف بيجي اكثر لان في رطوبه وفي شوب هلا العلاجات اللي موجوده هي علاجات بتاخديها حبوب على فترات وبتساعد كثير هلا في بعض كبدايه خطوه اولى هلا في ناس وقتها بتعيد معهم مره او اثنين او ثلاثه وصاروا اخذين كذا مره او الناس اللي عندهم مشاكل بالكبد او بالكلاوي هي شو بيلقطوها من مكان او هي الرطوبه بتخليهم بيكون الميديوم شو بيقولوا بيخليهم هي بكتيريا هي فطر مش بكتيريا يعني شامبينيون فطريات يعني بخلوهم ينمو بهالمحل الرطب وبينمو بيسمكوا الضفر بيتغير لونه وساعتها كانديدا يعني في الكانديدا وفي غير انواع في الدرماتوفايت في عده انواع هلا وحسب اي نوع ممكن تعطي العلاج بالحبوب بس يلي بيفشل معه العلاج بالحبوب وبياخذ ادويه كثير وما بقى يقدر ياخذهم اكثر من مره او بياخذ ادويه ثانيه او دواء شو بكون انتيبيوتيك لا انتي فانجل ما رح اقول على الهواء بس في كذا نوع يعني ممكن تعطيهم ويلي ما بيستجيبوا فيك تعمل الليزر هلا الليزر عباره عن حراره مثل العاده هو ليزر انتيبيوتيك للبكتيريا انتي فانجل الانتيبيوتيك ايه للبكتيريا فقط عم تقولي لهون هي الحراره هي يلي بتخلي انه السلو والتبعون يعني الجلد البرانيه تبعهم ليش ما بيجاوبوا بعض الاشخاص على لانه ما بيصلون الدواء يمكن لانه في ريزيستنس على الدواء في كثير اشياء بتفوت بالحسبان حسب كمان النوع في اوعاد لانه عاده الكالتشر اللي بتعمليها مش دائما بتساعدك يعني فيك اول تعملي كالتشر لتعرفي اي نوع شامبينيون عندك اوقات كثير بيكون الكالتشر نيجاتيف وبيكون في شامبينيون ما فيك تعطي الحب اي متى بنلجا للليزر هو الليزر المفروض يكون كخطوه الى جانب الادويه اذا اخذوا الادويه وما استجابوا اذا كانوا عندهم كثير أدوية إذا عندهم مشاكل بالكلاوي أو بالكبد وما فيهم ياخذوا بقى حبوب ساعتها فيك تلجأ للليزر كخيار وهيدي ليزر خاصة لهالحالة بس لهالشيء ما لها علاقة بالسيوتو فراكشن كيف بتشتغل هالليزر على الفطريات بتحمي البكتيريا يعني بتفرقوها على المنطقة مزبوط وبتخليها بالحرارة يعني بتحرقها بالحرارة بتحرق السلول تبعها وبتموت الفنجس من وراها ومن جلسة واحدة بنلاقي نتيجة المشكلة بهالحالة انها معدية اكيد معدية ومنظرها مش حلو واللي عندهم سكري اكيد بس اللي عندهم سكري ما بتنعملون هيدي الليزر لانه بكون شوي الدورة الدموية ضعيفة بهالمناطق باخر بالضفير وبالايدين بنفضل ما نعملها البسز ممكن يتأثروا exactly.
كل الاعمار ممكن اولا طلقت هال اي هلا تحت ال 15 13 مش كثير كومن يعني بس عاده من 13 وطلع ممكن كلهم يلقطوها وهذا اللي فيك نعمل لحي العمر قلت لك كمان الشخص ممكن يرجع يحدي يعدي حاله مزبوط بيقدر يعدي حاله بيرجع يلقطها مره ثانيه اذا عنده استعداد انه يلقطها بتبقى بالاحذيه بتبقى مزبوط وفي شيء ما فيك ترجعي هلا الاشياء اللي بتتغسل سهله بيبقى الاشياء اللي ما فيك كثير الطهريه وتستعملي فيها ادويه نعم. يعني مثل نعم. كل هالانواع الليزر اللي ذكرناها دكتور ملاط موجوده عندك؟ ايه موجوده. هلا بنسمع انه صاروا موجودين هالليزرز بكل الاماكن وعند اشخاص منهم متخصصين مثل ما قلت سابقا، هل ممكن نوثق فيهم حتى ولو هالتقنيات المتطوره موجوده عندهم؟ يعني هلا توصلت الجمعيه لحتى تحط حدود لانتشار الليزر ليمنعوا بيع الليزر لنسمع فيهم اطباء وهيدي البروسيجر ان شاء الله على الطريق لانه بنسمع بنقول هالليزر موجوده عند طبيب فلان الشخص باي سالون باي مكان كمان عنده اياها هي ذاتها هو الافضل هودي مكانات هدول السي او 2 هو اكثر يمكن الشعر صار كثير مستهلك وموجود وين ما كان بس بفتكر هو المكانات بس في فرق كبير كمان بين الليزرز لازاله الشعر اي دفنتلي وبده يكون اكيد في خبره بتنقيه الناس بتنقيه نوع البشره نوع الشعره يعني ان شاء الله مع الوقت ترجع تتنظم اكثر بلبنان وتقدر تنضبط شوي اكثر من ما هي هلا نرجع نذكر المشاهدين دكتور ملاط بالمؤتمر السنوي راح يتم بين 13 و15 ايلول وين راح يكون هالسنه بالموفمبيك الدعوه مفتوحه للكل مشاهدين هيدي بس للاطباء بس للاطباء هيدي دعوه رسميه وبس للاطباء جلد يعني دعوه هيدي مؤتمر علمي النتائج اللي بتوصلوا لها كيف بيستفيدوا من ال الببليك بيستفيد بخبره الاطباء بالتطور اللي عم بيشوفوه دائما شو بيقولوا تو بي اب تو ديت اولويز ان اول سبجكت يعني حتى كل شيء عم بيطلع جديد رح يكون ورح ينحكى عن اشياء كثير جديده باشياء التجميل بالبيلز بالكريمات بالبوتوكس بالليزرز في كثير اشياء جديده عم تطلع مشان هيك بدي اقول انه كل سنه بنعمل مؤتمر وبنتعلم اشياء جديده وبصير ما حتى مع الاطباء اوقات مشاكل وبقى كيف بالاحرى اذا حدا استعملها وما كان طبيب مشان هيك نحن بنقول لكم انه هون الاطباء على طول نعم. معظم الاطباء بلبنان اطباء الجلد داخلين بهالجمعيه اللبنانيه اللي صارت بتضم هلا لحد 180 اسم وكلهم بيحضروا هالمؤتمرات وعم بيكونوا اب تو ديت بقى الافضل يروحوا لالهم لانه عم بيعملوا افورت بي اولويز اب تو ديت ويكونوا دائما على بكل ببساطه بيقدر البيشنت او الشخص يسال هل انت مزبوط. متخصص بهالشيء حتى يتجنب اي مشكله مزبوط. ممكن تصير شكرا لك دكتور ملاط ولهالمعلومات المفيده وقفة جديدة مشاهدينا وحلقتنا بتكمل